اهلا بيكم في برنامج حلو حادق، معاكم سالي فؤاد، والنهارده ان شاء الله هنعمل سلطه الجمبري. جنان، مش عايزه اقول لكم يعني فعلا طعمها حلو جدا. وتاني حاجه هنعمل تاني المايونيز اللايت علشان نتعلمه بجد بيفيدنا وسعراته قلب كتير. واخر حاجه هيبقى حلو كيكه الذره، وبرده من الحلويات او الكيكات المحبوبه جدا. طيب اول حاجه مقاديرها هي طبعا معانا مكرونه مسلوقه تكون يا ريت الدنتي يعني تكون لسه ماسكه شويه، ما تكونش طريه علشان ده بيخلي سكر الدم ما يطلعش قوي، ودي حاجه كويسه جدا. تاني حاجه احنا بقى عندنا طبعا الجمبري يبقى نص كيلو تقريبا. هيبقى معانا بقى الحاجات اللي هي هتحلي الطعم او الصوص بتاع المكرونه، وهو عباره عن اول حاجه كوبايه او علبه زبادي لايت، عليهم معلقتين كبار كاتشب. هنتعلم برضو في مره نعمل كاتشب الدايت في البيت عشان يبقى ما نحتاجش ان احنا نشتريه. عليهم عصر ليمون، عليهم معلقه كبيره مستردة، عليهم توابل اللي هنعملها مع الجمبري والثوم اللي مع الجمبري في الاول على النار، ومهم جدا بودره الجنزبيل بتدي طعم حلو جدا، و البقدونس، وهنعمل المايونيز اللايت. هقول لكم الوصفه واحنا بنعملها. طيب اول حاجه انا عايزه اولع على البوتاجاز علشان هحط دلوقتي عليها الجمبري. هنخلي بالنا جدا طبعا الجمبري ما بياخدش وقت، هي معلقه زيت واحده مش هنكتر. نخلي بالنا جدا واحنا بنعاير نحط الزيت، نحاول تبقى فعلا معلقه، لو احنا مش عارفين نجيب معلقه ونفعلا نعاير بيها. هولع كمان هنا على الحله دي علشان عايزه اعمل فيها ايه بقى؟ المايونيز. المايونيز عباره عن كوبايه لبن خالي الدسم، نحطه كده على كوبايه لبن خالي الدسم، بحط معلقتين كبار نشا. المايونيز العادي ما بيتعملش بقى بلبن ولا بنشا، هو بيتعمل كله عباره عن زيت وبيض، لكن علشان انا عايزه اتفادى كم الزيت وكم الدهون الموجوده فيها، هعمل ايه؟ هعمل حاجه تانية، قوام تاني يساعدني على ان المايونيز يبقى متماسك معايا من غير ما احتاج كم الدسم ده. انا هشرح لكم برضو قصدي ايه في النقطه دي. وهو عباره عن لما بنيجي نعمل مايونيز بنضربه في الخلاط، بنضرب الاول صفار البيض وبنبتدي ننزل عليه الزيت واحده واحده لغايه ما يبدا يعمل القوام الكريمي، وبيعمل بيبتدي يكتر معانا و بيبقى بياخد فوليوم اكتر ومقاس اكتر، وبيبقى هو ده القوام الابيض اللي احنا بنشوفه بتاع المايونيز. كله عباره عن زيت. فاحنا اللي هنعمله دلوقتي هنضرب برده صفار البيض، هنعمله دلوقتي حالا، وهدخل فيه زيت بس هما 3 معالق بس علشان نحكم كم السعرات اللي هتخش. وبدل ما نكمل بقى نتقلها بقى بزيت اكتر، لا هنتقلها بالقوام دوت اللي هو النشا اللي بعملها باللبن. الغريبه جدا بجد ان هو ما بيتحسش، يعني لما بناكله الطعم فعلا مع لما بنستخدمه في اي حاجه بقى فعلا مش هنحس خالص بفرق. ف هتفرق ولازم تجربوها بجد. هي بس عيبها الوحيد اقدر اقوله من دلوقتي، عيبها الوحيد انها ما بتطولش معانا في الثلاجه، علشان طبعا احنا عاملينها في البيت ما فيهاش اي مواد حافظه، حاجه طبيعيه فيها بيض، فطبعا مش هتطول معانا، يعني هو اسبوع بالكتير، فنعمل الكميه اللي تكفينا يا دوبك على قد الاسبوع. طيب انا حطيت دلوقتي قلنا معلقه الزيت، عباد الشمس، حطيت عليهم معلقه ثوم مفروم كده كويس، وحط عليه بقى الجمبري يعني المقاس اللي نحبه زي ما نحب، مفيش اي مشكله. اللي انا عايزه اقوله بقى من ناحيه الجمبري هو من الاسماك عاده بتبقى دهونها الدهون اللي هي الغير مشبعه المفيده جدا. الجمبري بقى لا، الجمبري فيه
دهون مشبعه، يعني للي عندهم كوليسترول يخلوا بالهم جدا 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 ما ياخدوش منه كتير. هي الفكره بس السلطه دي من السلطات المحبوبه قوي، فحبيت ان احنا نخليها لايت شويه، او نعرف ازاي نخليها لايت شويه وبطعم افيد، وبان احنا ندخل ايه علشان تبقى لايت بالمايونيز لايت، وبالفوائد اللي هندخلها الجنزبيل من الحاجات الحلوه جدا جدا لصحتنا. طيب كده انا هحط بقى التوابل دلوقتي على الجمبري. توابل بنجيبها عادي من عند العطار، توابل جمبري عادي خالص. واحنا اول ما نلاقي لونها ابتدى ياخد بقى لون السيمون، هو لونها دلوقتي شايفين غامق كده، ده معناه ان هي مش مستويه طبعا. اول ما تاخد بقى اللون السيمون بيبتدي بقى نعرف انها ابتدت تستوي. طبعا احسن اذا جبنا الجمبري الطازه، ما نجيبش الجمبري المتفرزن غير لو فعلا ايه مزنوقين، يعني الاحسن دايما الطازه. اهو ابتدى اهو يمسك معانا النشا اهي، انا عايزاه القوام المتماسك، متماسك حلو. يعني احنا عملناها مره في حلقه كان القوام اللبن مع النشا مش المتماسك قوي ده، فكان حلو قوي، كنا مستعملينه ساعتها مع وصفه البطاطس اللي في الفرن، فكانت حلوه جدا. كده احط برضو اهو ابتدى يغير لونه، نعلي برضو شويه كده، وبعدين ايوه احط بقى الملح والفلفل. الفلفل الابيض بحبه اكتر من الاسود، بالذات مع الحاجات البحريه لانه اخفف الطعم شويه مش طاغي. برضو للي ما يحبش مش لازم يحطه. عايزين نحاول نتعلم بجد ان احنا ندخل الاسماك كتير في اسبوعنا، يعني يبقى مرة على الاقل عندنا اكلة سمك. الجمبري مش لازم نحرم نفسنا منه. للي عندهم الكوليسترول مهم بقى يفهموا ايه، يفهموا ان الكوليسترول لو عالي مش شرط ان احنا بس نقلل من الكوليسترول الوحش، لان احنا ممكن نزود من الكوليسترول الكويس، بمعنى ان احنا ناكل حاجات فيها دهون غير مشبعة، دهون حلوة بتعلي معانا الكوليسترول الكويس. فبالتالي لو الكوليسترول كويس والوحش عاليين الاتنين مع بعض بيعادلوا بعض، ما بيعملوش مشكلة خلاص. لكن طول ما الكوليسترول الوحش هو اللي عالي والكوليسترول الكويس هو اللي تحت، هي دي المشكلة. فإحنا يعني ما نحرمش نفسنا، ناكل حاجات فيها ممكن ناكل حاجات فيها كوليسترول، بس قصادها نعلي بقى الكوليسترول الكويس. الكوليسترول الكويس ده موجود في ايه؟ هو ده بقى اللي مهم لازم نعرفه. الكوليسترول الكويس موجود في زيت، اولا زيت طبعا زيت الزيتون اللي هو البكر الحلو النوع اللي نجيبه في ازايز غامقه، موجود في المكسرات اللي هي مش المكسرات المحمصه يفضل النيه، موجوده في اسماك بقى اللي هي السلمون والمكريل عالي جدا. فنحاول ان احنا ناكل الحاجات دي، لو اكلناها بتعادل بقى معانا جدا وبتساعد. انا هبتدي دلوقتي اعمل المايونيز. انا حطيت صفارين البيض، هحط عليهم معلقه خل كبيره، هضرب. احنا ممكن نحط الزيت الاول مش الخل، زي ما نحب مش مشكله. بضرب بقى كده، وبدخل الزيت واحده واحده. بالشكل ده وبضرب. هتلاقوا لونها اهو افتح جدا، ابتدى ياخد الشكل المايونيز. المايونيز طبيعي بيحصل ايه، بنكمل نزود في زيت 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 وسعرات والدنيا كده تعلى جدا، فبلاش يعني.
حلو قوي كده. طيب انا في الحاله دي بقى هحط بقى دلوقتي مش الزيت، هبتدي احط جمبري كده. حلو قوي، انا مش عايزاه اكتر من كده علشان ما يبتديش يقدد او يعمل يبقى عامل زي الكاوتشه. كويس قوي كده. نكمل بقى هنا في المايونيز، هنحط ملح حبه حلوين يكفوا تقريبا الكوبايه. نحط ممكن نحط فلفل ابيض. المهم بقى المستردة. المستردة على فكره فعلا مفيده جدا وفيها قيم فعلا حلوه وسعراتها لا تذكر، يعني حاجه كده انا لغايه دلوقتي سعراتي محكومه. الكوليسترول هنا عالي شويه بسبب الصفار، بس الزيت عباد الشمس فمقلل الدنيا شويه. لبن خالي الدسم مع معلقتين النشا هيعلوا القوام دلوقتي. نكمل. خلاص كده ممكن نزود الخل لو عايزين، ده بيظبط الطعم برضو على حسب احنا وذوقنا. بدخل بقى اللبن الخالي الدسم اللي انا عملته، يعني عمل شوية من تحت كده مش كتير، هي الكوباية بنكملها بس عشان الميكسر صغير شوية مكترهاش. اهو المايونيز هو اللي مخلي لونها كده، قصدي المستردة. احنا ممكن نقلل نعملها معلقة صغيرة، ما تبقاش الكمية دي عشان تبقى لونها ابيض، للي عايزها بيضة بيضة. بنزل كده اهي كفت معايا. جربوها وبجد مش هتحسوا بفرق، وحلوه قوي في السلطات وفي حاجات كتيره جدا. خلاص كده لا لسه شويه. نضف بس عشان ايه الدنيا ما تبقاش عامله كده، ونبتدي نخلط المكونات مع بعض. انا هجيب يعني اقلب في دي. ماشي خليني اقلب احسن في حاجه تانية واقدم في دي. المكرونه زي ما قلنا الدنتي، يعني مستويه نص سوا، مش السوا اللي هو الطري قوي علشان ما تعليش سكر ده. حطيت بقى معلقه واحده زيت عباد الشمس، علشان الزيت العباد الشمس بيعمل ايه، زيت عباد الشمس بيديها لمعه وبيمنع انها تعجن بعد كده. طيب انا هعمل بقى الدريسنج دلوقتي، انا حقيقتي كنت عملتها في البوله الكبيره مش فارقه كتير. هعمل ايه، هاخد دلوقتي من المايونيز بمعلقه نظيفه علشان ايه ما وسخوش، نخلي بالنا جدا عشان احنا مش عايز لو هنستعمله بعد كده او هنشيله نحافظ على انه. هاخد كمان معلقه كده حته زياده بس انتوا زي ما انتوا تحبوا. وهحط الليمون، عصر الليمون، هحط عليه الجنزبيل بيدي طعم حلو جدا، هحط عليه معلقه كبيره مستردة، انتوا ممكن تزودوا لو عايزين. هحط عليه علبه الزبادي، بس ايه هشيلها بقى من الميه كده، مع ان على فكره الميه دي مفيده جدا، يعني في المانيا بشوفها بتتباع، الميه دي بتاعت الزبادي دي بتتباع في المانيا واكيد في حتت تانية كتيره، بتتباع مشروبات بنكهات بقى لان سعراتها قليله جدا والبروتين فيها عالي جدا والقيمه الغذائيه عاليه جدا. طيب احنا شايفين دلوقتي الصوص لونه ايه، لونه مصفر. الحلو مع الجمبري جدا لو لونه بقى على سيموني شويه، بيدي لون الجمبري نفسه وبيدي طعم حلو جدا، تسكيره بتظبط قوي. حوالي معلقتين هحطه بقى كله.
كده نشيل دول، مكوناتها كتيرة وصحية ومفيدة. هحط شوية بقى من البقدونس، ما ننساش الملح والفلفل برضو، وما ننساش نحط لو حابين التوم، طعم التوم بيفرق جدا في الوصفة دي. حابين كده نحط بودرة توم كمان، احنا حاطين خلاص في الجمبري بس برضو بتفرق. حطوا في الاول قليل علشان ايه، انتوا ايديكوا هتاخد بعد كده، يعني هتبقوا عارفين لما احط توم كذا هيدي طعم كذا، لان التوم برضو قوي اللي هو البودره بالذات، والانواع برضو بتختلف بصراحه. طيب انا هحط كده، شايفين لونها جميل جدا، ريحتها حلوه جدا، اخف بكتير. مايونيز الدايت، الزبادي ما بيتحسش خالص مع التوم، بيدي احساس برضو. المايونيز بحطه كتير في السلطات، يبقى حلو جدا. انتوا لازم تجربوا علشان تقدروا تحكموا كده. خلاص احنا هنبتدي نغرف بقى، نجيب طبق. انا عايزه الجمبري كده كله يبان فوق، طبعا ممكن ندخله جوه بس انا يعني انا لا عايزه ابينه كله. الريحه، انا فاكره مره عملتها و يعني اللي دقها، يعني كان حد معايا ودقها وبقى مش قادر يبطل يعني يدوق منها، وقال لي يعني جميله جدا. فان شاء الله يا رب تعجبكم برضو. مش عايزه اتكلم كتير وفي الاخر يبقى ذوقكم مختلف، فانتوا اللي تحكموا احسن. هنزل بقى الجمبري عليها كده. حلو قوي لو عاملين مثلا جمبري صغير جواها، يعني يبقى الخلطه دي ممكن ندخل جوه او الكبير، يعني على حسب يعني، بس هي ممكن برضو صغير بيبقى جواها كده. حلو لو نقينا المكرونه نفسها تبقى المكرونه اللي هي تليق بقى مع الجمبري اللي هو الشكل ده. حبه الصوص دول ما يتسابوش، دول ينزلوا كده بقى. وعارفين كان ايه بقى برضو يبقى حلو جدا؟ لو حبه الصوص دول يتاخدوا كده بشويه خل صغيرين وشويه ميه صغيرين، وايه وينزلوا في الصوص نفسه يتقلبوا، بيبقوا طعمهم حلو جدا جدا. انا نازل كده. حاجه اخيره قبل ما نروح الفاصل، لازم اقدم المايونيز بقى المره دي عشان تشوفوه برضو. هو شايفين قوامه عامل ازاي؟ يعني مايونيز اظن، يعني زي ما قلت اللون الاصفر ده ممكن تقللوه بانكم تقللوا من المستردة. احنا كده خلصنا، هنروح بقى الفاصل ونرجع نعمل كيكة الايه الذرة. رجعنا تاني وهنبتدي نعمل دلوقتي كيكة الدورة. هفكركم بس عملنا ايه قبل كده. عملنا سلطة مكرونة الجمبري او مكرونة بالجمبري، وعملنا المايونيز الدايت او اللايت اللي ايه استخدمناه في الصوص. احنا دلوقتي هنعمل كيكة الدورة. كيكة الدورة دي ميزتها انها افيد من الكيك العادي، لان الدقيق الابيض مفهوش الفايدة اللي موجودة جوه دقيق الدورة. دي الدورة فيه معادن وفيتامينات وحاجات كتيرة جدا، الدقيق الابيض مفهوش اي حاجة خالص غير سعرات وتدمير يعني للجسم ولخبطه وكل حاجه وحشه يعني زي ما قلت قبل كده. المهم هقول دلوقتي المقادير، وهي عباره عن
احنا عندنا كوباية دقيق واحدة بيضة، اتنين كوبايتين دقيق ذرة، الفتحة او اللي هي الصفرة مش هتفرق في الكيكة، بس لو لقيته الصفرة، انا ما لقيتهاش المرة دي، لو لقيته الصفرة، الصفرة بتدي ترميلة حلوة قوي وطعم حلو قوي اكتر، يعني انا بفضلها. السكر هيبقى كوباية ونص، عليهم 4 بيضات، عليهم لبن نص كوباية لبن، عليهم 3/4 كوباية زيت، المفروض ذرة، بس انا هحط عباد الشمس علشان عباد الشمس بتستحمل حرارة اعلى، وزيت الذرة اثبتوا علميا ان زيت الذرة مش بتستحمل حرارة عالية. في الطاسة اكيد لا، في الفرن وعلى ايه ممكن ندخل الذرة، يعني قصدي عباد الشمس مش هتفرق كتير يعني في الطعم بصراحة يعني. عليهم بقى في الاخر معلقة سمنة، بس هي بتدي طعم بصراحة حلو يعني فبتفرق. طيب نبتدي اول حاجة نعمل الحاجات اللي هي اللي بتتضرب مع بعض الاول، هو السكر مع البيض كده، مش محتاجين نضربه قوي. الكيك عموما مش بيحتاج ضرب قوي، الا الكيكات اللي بقول عليها محتاجة ترتيب معين، دي بتفرق، زي كيكة الشوكولاتة اللايت مثلا لما دخلنا المية السخنة المغلية ساعتها بتفرق في الترتيب قوي، عشان كده في الاخر هندخل بقى هنا اللبن، مش لازم لايت يعني، انا هقول في الوصفة دي ناكل حتة من نفسنا كده الصبح بجد، الاكل الفطار الصبح بيتحرق كويس جدا في الجسم، لو اكلنا لو نفسنا قوي 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 في كيك معين او حاجة يعني نصيحة مني كلوها قبل الساعة 11 الصبح هتتحرق مفيش اي مشكلة، ومعاها كده كوباية كافيه او اي نوع تاني بتحبوه، يعني زي ما تحبوا، بيساعد على حرق الحلو اللي خدتوه، لان الكافيين اللي موجود جوه الكافيه بيحفز حرق الجلوكوز اللي موجود اللي متخزن في الكبد، عشان كده دايما يقدموا مع الكافيهات عموما اي حاجة مسكرة زي حتة بسكوتة صغننة كده او اي كيكة او اي حاجة، ده بيساعد على ان سكر الدم ما ينزلش قوي اللي بيحرقوا الكافيين، وفي نفس الوقت يروح ايه مسبب لناس رعشة، يعني كتير يجي لهم رعشة لما ما ياخدوش حاجة مسكرة معاها، ده سببه ان الكافيين بيحرق السكر اللي موجود لحظتها وبيحفز الحرقانه، فناخده مع حاجة بقى احنا عايزين نحرقها كده كده، يعني ناخده مع اي حاجة هناكلها مثلا كيكة ولا اي حاجة الصبح تتحرق معانا، بس مش بقول كده ان احنا بقى ايه نزود الموضوع. في حاجة عايزة اوريها كمان، شايفين الكوباية دي المفروض ميجر كابس، الكوبايات اللي بيتقاس بيها، عايزة اوريكم بس حاجة ان ليه انا بخاف منها، شايفين دي مقاسها قد ايه، انا عايزة اوزن دلوقتي بس قدامكم كده، انتوا شايفين هي مش واخدة المقاس اللي هو على اخرها صح، يعني هي مش جايبة كوباية كاملة، انا عايزة اشوف كده هي هتوزن معايا قد ايه دلوقتي، انا صفرت دلوقتي اهو كام دقيق، اهو تقريبا يعمل تقريبا كوباية دقيق صح، يعني الكوباية هي مش مكملة معايا، يبقى الماجر كاب ده مش مظبوط، يبقى اي كوباية في البيت هنستعملها ممكن جدا ما تبقاش مظبوطة معانا في الميزان، هو ده اللي بحاول اقوله، نحاول نجيب الميزان، و بجد هيفرق وسهل جدا معانا، يمكن قلت الموضوع ده كتير بس هقوله كتير علشان هتفرق معانا جدا، يعني انا ببسط قوي لما بسمع كومنتات وتقولوا لي الوصفه جربناها بعدك وكانت حلوه جدا، اللي عملوا بالميزان بالظبط بتطلع حلوه جدا ومظبوط، انا حطيت فانيليا، اللي مش عايز يحط فانيليا ممكن يحط بشر ليمون، ممكن بيبقى حلو قوي مع الذره بدل اللبن، ممكن تحطوا عصير البرتقال حلو جدا بتفرق قوي، وحطيت النص باكو بيكنج باودر كده، هنزل بقى معلقه سمنه واحده، الوصفه دي على فكره واحده عزيزه عليا اديتها لي
وقالت لي الوصفة دي، أنا كنت دقتها عندها وقلت لها جميلة جدا، يعني فعلا فعلا حلوة، لازم تقولي لي الوصفة. كان من زمان قوي، كان من كذا سنة يعني، فكتبتها عندي وكاتباها حتى تحت اسمها، يعني كاتبة وصفة باكي كذا كذا. فأنا بشكرك جدا عليها، وإن شاء الله الناس تدعي لك عليها كده. ما ننساش بقى دي بقى التكة بتاعتي المهمة جدا، شوية الملح اللي بيظبطوا بقى جدا اي حاجه كده. احنا خلصنا. انا جبت دلوقتي اي قالب فاتح، واللي عنده قالب غامق ما عندوش فاتح ممكن ليها حل، ممكن ان هو يحط القالب على صينيه فاتحه ويدخلها الفرن، وساعتها مش هتاخد الحراره جامد وبسرعه. لازم طبعا ما ننساش نولع على 180، الفرن دي سريعه شويه بس احنا ما ننساش في البيت. فرن الغاز بيطول سنه، يعني ياخد له بتاع 5 دقايق على ما الحراره تتوزع. هي دي الفكره، فكره ليه بنولع الفرن الاول، علشان الحراره تبقى متوزعه كويس قبل ما الكيك يخش، علشان ما تعليش من حته وتوطى من حته او يحصل فيها اللي بيحصل عاده. في حاجة ممكن أنصح بيها كمان في الكيكات اللي بتخش الفرن، كل واحد عارف فرنه عامل ازاي. يعني أنا عارفة كويس جدا في البيت عندي، أنا عندي مع أنه فرن جديد وكل حاجة، بس برضو الفرن ناحية الناحية دي حرتها أعلى، الناحية دي حرتها أقل، فلاقي الكيكة من هنا بسرعة خلصت والكيكة من الناحية دي ما خلصتش بسرعة. فبروح عاملة إيه؟ بدل ما احطها في النص عشان ما تاخدليش بقى علو من ناحيه وعلو من ناحيه، واروح حطها في الناحيه واحده، يا تاخد الحراره العاليه يا تاخد الحراره الواطيه، بس ما احطهاش في النص عشان ما تاخدش الناحيتين. فهي دي بتظبط معايا كده. ما ادخلش بقى كيكتين او ثلاثه، لو دخلت 3 كيكات هلاقي واحده برضو عامله والثانيه لا. هي لو انا عارفه ان هي، ومعظم الافران فعلا بتعمل كده للاسف، حتى الجديد للاسف، وبكلم الشركات واقول لهم تعالوا شوفوا وارجوكم مش عارفه ايه، ومروحه تطفي لي اساسا الشعله وبتجنن. طب محطوطه المروحه ليه جوه الفرن يعني؟ علشان المفروض توزع الحراره، لا بتطفي لي الشعله كل مره يعني. ف يعني قصص البوتاجازات فظيعه يعني، كل واحد لازم يعرف بوتاجازه عامل ازاي ويظبط بقى على اساسه. الحاجة الوحيدة اللي اقدر انصح بيها طبعا الخطوات، القالب. انتوا سألتوني برضو مقاسات القوالب، يعني المقاس ده حوالي تقريبا احنا على حسب ما عايزين السمك. انا بفضل في الكيكة دي السمك الرفيع، بس القالب ده تقريبا 30 سنتي مش اكتر. عايزين السمك يبقى اعلى يبقى تقلله 28 سنتي. انا ببقى معتمدة بصراحة برضو على انكم شايفين المقاس يعني في الكاميرا، فاعتذر لو كان مش واضح ليكم، فان شاء الله هفتكر اقول لكم بعد كده. المقاس ده كده، الرفع كده اهو، عمرنا ما نزود، ممكن نزود اكتر من كده عاده في الكيكات بس مش اكتر من كده عشان ما تفرش. دخلها بقى الفرن اللي متسخن بالشكل ده. انا مجهزه لكم واحده جاهزه معايا اهو، عملتها شكل تاني وفككتها برضو. فاكرين بالبتاعة اللي هي الرفيعة دي، بس عشان مش هعملها كل مرة بقى هنزل كده، ومش هاخد بقى الشكل ده، هاخد الشكل ده هو اللي يبقى فوق بالطريقة دي. انا مجهزاها اهو، حطها هنا. يعني طبعا القلوب بتبقى جميلة قوي، بس انا هعمل شكل مختلف، اعمله كده مثلا. يعني زينة مختلفة شوية. جيت على اخر حتة هنزودها برضو، عشان انا عايزة برضو اكمل الزينة في الجنب. وده طبعا شكل جمالي، ويرجع لكم انتوا على حسب ما تحبوا تعملوها، بس انا بوريكم يعني الواحد ممكن يعمل ايه. وفي الجنب بقى كده هكملها انا دلوقتي، وتشوفوها في
الآخر. بتمنى يا رب الحلقة تكون عجبتكم وتجربوا الكيكة دي، مش لازم بالكريمة لو عاملين دايت طبعا، وتقللوا في الكمية، كل ما تقللوا في كمية سعرات أقل. وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله بوصفات جديدة.